يا اهلا بحضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. اللي من حضراتكم بيتابع 10 الصبح في الاهلي بصفه دايمه بشكل مستمر اكيد خد باله ولاحظ ان احنا شبه يوميا انا ونهاوند بنتكلم مع حضراتكم وبنعرف حضراتكم اخبار كلها اخبار بتكون حلوه عن تفوق كتير جدا من اولادنا وبناتنا في رياضات بعيده بقى عن كره القدم في رياضات مختلفه محليا وقاريا وحتى عالميا. وبالمناسبه احنا عندنا الفتره اللي جايه ان شاء الله اكتر من بطوله بنستعد لها في الالعاب الاخرى، هنتكلم عن هذه الاستعدادات ولا سيما طبعا باريس 2024. دي من ضمن الملفات اللي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا في حلقه النهارده الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. اهلا بحضرتك وبكون مبسوط وانت وانا معاكم. منور الدنيا. منورنا طبعا. وزي ما بنتكلم احنا عندنا تفوق بجد في رياضات استاذ شادي الفتره اللي فاتت، رياضات كتيره جدا حتى على المستوى الفردي او الجماعي ما كناش نسمع عنها زمان كتير. ده بيسعدنا ان انت كمان بتستضيف بطولات عالميه عندك في مصر، ومش بس بتنظمها انت بتشارك فيها وبتاخد ميداليات وربما كمان ذهبيه. وكلمنا عنها مثلا زي الريشه الطايره، اتكلمنا عن السلاح، اتكلمنا عن الشيش، يعني في رياضات كتيره. نبدا بانهي رياضه اللي عامله بومينج شويه او اللي هي متالقين فيها؟ تحب تبدا بانهي؟ احنا عندنا كل حاجه النهارده. زي ما حضرتك اوضحتي احنا الرياضه المصريه في يعني زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده بتعيش فتره ازدهار على مستوى تنظيم البطولات وعلى مستوى النتائج في مختلف الالعاب الاخرى بعيدا عن كره القدم. لو احنا اتكلمنا عن مثلا الجودو لسه في خلال بالامس يعني كان في ختام بطوله اوروبا المفتوحه، مصر قدرت اللي هي تحقق ميداليتين فضه ليوسف سامي في وزن 60 كيلو وعبد الرحمن عبد الغني في وزن 81 كيلو. بالظبط. دي من ضمن الحاجات. برضو الجودو زي ما احنا عارفين في طوكيو كانوا حققوا ميداليتين برونز عن طريق هدايا ملاك وسيف عيسى. جودو بيسير يعني الاتحاد بخطى ثابته نحو والتايكوندو كمان الحقيقه. بالظبط. التايكوندو ده برضو من ضمن الالعاب اللي هي يعني مقام حاليا في العاصمه الاداريه بطوله مصر الدوليه في نسختها السابعه، وفي البطوله النسخه الاولى هتبقى للبارا تايكوندو زي ما احنا عارفين التايكوندو البارالمبي يعني. أيوة. ومصر كانت عن طريق محمد الزيات كان قدر اللي هو يحقق فضيه في طوكيو. سلمى علي لسه محققه بطوله لقب بطوله عالم في ميداليه فضيه. فبالتالي برضو التايكوندو عندنا بطوله اسمها بطوله كاس الرئيس الاتحاد الدولي. دي تعتبر تصنيفها في التايكوندو البطولات بتتصنف جي 1 جي 2 كده على حسب النقط لحد جي 14 اللي هي بطوله العالم. جي 2 دي 20 نقطه فبالتالي هتشهد مشاركه العديد من ابطال العالم. دي من ضمن الاحداث الرياضيه المقامه حاليا. في السلاح كان سلاح السيف لسه واخدين سابع في بطوله العالم. في هننظم مصر ان شاء الله في اعتقد في اخر فبراير بطوله كاس عالم للسلاح. جميل. الشيش رجال وسيدات. نتمنى ان شاء الله ان البطوله انا ما عنديش شك على الجزء التنظيمي، النتائج بقى هي اللي يعني بتحسن الجزء التنظيمي. احنا يعني حضرتك قلت من شويه كلمه ان حصلت طفره في الفتره الاخيره على كل الاصعده زي ما حضرتك كنت بتفند من شويه، ومنها طبعا حسن استضافه وحسن تنظيم الفعاليات الدوليه والبطولات العالميه. طفره بالشكل ده وعشان يبقى لها انعكاسات ملموسه وكلنا ناخد بالنا منها ونتكلم فيها معناها انها اكيد ما كانتش صدفه، اكيد هي نتيجه او وليده امر ما. في رايك ايه اللي حصل فبقينا احنا دلوقتي بصدد هذه الطفره؟ زي ما بقول لحضرتك هي دلوقتي كل اتحاد كان المهم عنده اللي هو لما بيحط البلان بتاعته او الخطه بتاعته يلاقي زي ما بنقول ايه الجزء المادي اللي ينفذ بيه. ما فيش حد عايز يفشل يعني خلينا متفقين صح كده؟ فكل اتحاد من رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الاداره لحد اصغر لاعب في الاتحاد عايز يحقق نتيجه كويسه اولا للبلد ثانيا لنفسه. فبالتالي لما لقينا بقى الشركات ابتدت تبص للرياضيين ابتدت تعمل رعايه ليهم فبالتالي كل اتحاد خلاص ابتدى يشوف اللي هو لما البطل بتاعي بيكسب. ما خلي بال حضرتك انت دلوقتي احنا بنتكلم على اتحاد التايكوندو ليه؟ مثلا عشان سيف وهدايا طبعا بطول اولمبيكس لعبوا وعملوا انجازات. بالظبط. الجودو نفس الموضوع، السلاح والخماسي عشان البطولات وكؤوس العالم اللي بتتحقق. فبالتالي كل اتحاد كان بيخطط بداية من بطولات عربية بطولات أفريقية بطولات عالم للأولمبيكس. كل خطوة
بتتحقق بيديله دافع للخطوه اللي بعديها، بتخلي وزاره الشباب والرياضه والدوله والرعاه والشركات تبتدي تبص على الاتحادات دي، فبالتالي ابتدى كل يعني هي النقطه اللي انا بشتغل وعايز انجح فنجحت، فعايز اكمل النجاح ده. الدعم من وزاره الشباب والرياضه والدوله والشركات دعم مهم و هو الاساس. بالظبط بالظبط. يعني على ذكر بس بدون ذكر اسماء، احد البنوك كان لسه من اسبوعين كان بيعلن عن حمله رعايه لاكثر من 10 لعيبه في رياضات فرديه. يعني دي حاجه كويسه. أكيد. اللعيب حتى نفسه هو بيبقى بدايه موسم وبدايه العام عارف ان هو البلان بتاعته البطولات، البطولات الفرديه بتتحدد على حسب اهميه البطوله، يعني مش يلا هنلعب كل البطولات نسافر، لا انا عايز ايه؟ عايز ازود احسن تصنيفي الدولي، يبقى هلعب بطولات كتير ليها نقط كتير عشان ابتدي احسن التصنيف، عايز اكسب بطوله عالم او كاس عالم فبالتالي بعمل اعداد كويس، فكل الحاجات دي خلاص بقت متحدده، كل الحاجات دي بقى عنده السيوله الماديه والدعم اللي هو يحققها، فالطريق يفضل ماشي. ونتمنى ان شاء الله لاي بطوله تتنظم في مصر زي ما قلت لحضرتك على الجانب التنظيمي ما بيبقاش عندي شك فيها، اتمنى بس اللي هي تقلل بالنتائج الجيده لكل الالعاب وكل الرياضيين. طيب المهم عندي انا بقى كجماهير مصريه واكيد كدوله مصريه ان انا اللعيبه بتاعتي تتالق على مستوى البطولات المختلفه على مدار العام، ولكن المصلحه في الاخر تصب في الاولمبياد. انا عندي دلوقتي 2024 باريس ان شاء الله، ولازم اكون بستعد لها يعني اول ما البطوله الاخيره خلصت، مش هستعد لها من دلوقتي، واعتقد ده اللي المفروض يكون بيحصل علشان اقدر اقول ان انا داخل باريس بقى 2024 بنتائج افضل. لان انا كل مره بشارك بالمناسبه بنقول واحنا ليه ما بنحصلش على ميداليات عددها اكتر من كده، بيبقى في اكيد مشكله. هل احنا دلوقتي بمنتهى الصراحه وبمتابعه حضرتك استاذ شادي لهذا الملف، هل احنا شغالين مع الاتحادات مع الوزاره مع ابطالنا على تذليل كل العقبات، حتى ان انا اقول دلوقتي انا داخل 2024 ديفنتلي او بالتاكيد عدد الميداليات المصريه هتكون مضاعف كانت في طوكيو، هل اقدر اقول ده؟ طيب خلينا بس نتكلم ان احنا الستيب الاولانيه حضرتك عارفه ان كل الرياضات بيبقى ليها تصفيات متعلقه بالاولمبيكس، يعني كل مؤهله بالظبط اللي بتاهل، فاحنا اول ستيب اللي انا اكسب التصفيات دي سواء بتبقى يعني مين اللي هتبقى على الصعيد الافريقي عشان اضمن مشاركتي دي في الاولمبيكس. رائع. عملت لنا الستيب دي، يعني الوحيد في مصر حاليا اللي ضمن تاهله في باريس هو عزمي محلبه، الرمايه سكيت هو الوحيد اللي ضمن مشاركته في باريس. يبقى احنا دلوقتي اتحاد الرمايه اكيد شغال على النقطه دي، ان وعزمي بيلعب كؤوس عالم وبطولات عالم، بيحقق نتائج ما بين ذهب ما بين فضه، فوزه ببطوله العالم هو اللي اهله للاولمبيكس، فبالتالي اتحاد الرمايه شغال على البوينت دي اللي انا بقى خلاص انا ضامن ان عزمي موجود، عايز ازود عدد اللعيبه وعايز اعمل له برنامج اعداد اللي انا اضمن بيه اللي هو يحقق ميداليه. كويس. النقطه الاهم زي ما بقول لحضرتك احنا بيجي بقى البعثه المصريه عددها قد ايه كذا، كل اتحاد المفروض بيقدم للوزاره واللجنه الاولمبيه متوقع كام ميداليه. في اتحادات عشان نكون صراحه التاهل للاولمبيكس والمشاركه هو ده اللي بيبقى ايه يعني الماكسيمم بتاعه، عشان يحقق ميداليه دي هتبقى طفره. في اتحادات لا ما ينفعش تقل عن ميداليه، يعني الجودو انت اوريدي حققت برونزيتين فلازم هتحقق بقى تحاول تخش تلعب على الميداليه الذهبيه او الفضيه. فبالتالي كل اتحاد لما بيجي يقدم العدد الميداليات بتاعته برضو احنا مش هتبقى كده يعني هباء، يعني بس شكلها مش حلو لما رئيس اتحاد يقدم ورقه فيها توقعاته بعدد الميداليات اللي هو هيحققها في الاتحاد وهو بيرقصه ميداليه واحده. ما هو دي اللي انا كنت هقولها، ان احنا كوزاره او كمتابعين او كاعلام بنبقى عارفين الكلام ده فاليد ولا كلام يعني شو. هو بيقدم حاجه وهو عارف ان هي اتس نوت فاليد او بوسيبل حتى ممكن، ما انا ممكن انا كرئيس اتحاد يعني انا كرئيس اتحاد يعني حتى باي قلب تقدم لنا او تقدم للجهه المعنيه. طب اقول لحضرتك على حاجه، ان انت طموحاتك واقفه عند ان شاء الله ربنا يكرمنا بميداليه واحده ليه؟ ما هي البوينت انت برضو زي ما بقول لحضرتك في اتحادات بتقول انا هدفي ان انا اوصل للتصنيف الخامس او المركز الخامس، ده بيبقى الماكسيمم بتاعه مقارنه بالمستويات العالميه والابطال. يعني كاتحاد تنس طاوله عمر عصر في طوكيو قدر اللي هو يحصل على المركز الخامس، لو احنا قلنا قبل ما يسافروا كان اتحاد تنس طاوله مقدم او في البلان بتاعته اللي هو هيبقى فيه لعيب جوه الثمانيه، ده بكل صراحه
لكن اللي حصل جوه البطوله للقرعه برضه بيبقى عليها عامل. اكيد طبعا الالعاب الفرديه طبعًا بتعتمد مني على القرعه بصوره كبيره. القرعه طبعا لها عامل ومش عامل سهل، عامل كبير جدا. بس على النقطه الثانيه، انا لازم اكون رايح ومؤهل نفسي واللعيبه بتاعتي متاهله بشكل كبير. وعشان التاهيل ده يحصل برضه استاذ شادي يتفق معايا، لان انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي كتير جدا، بيبقى في بعض الابطال عندنا عندهم مشاكل وما لا تحل، يعني بيتم تسكينها فقط. فانا علشان اوصل ابقى عندي اكتر من ميداليه ذهبيه او فضيه، لازم اشتغل على ده من قبل ما اللاعب اصلا يشارك في اي بطوله مؤهله لباريس 2024. تمام. يعني هي ستيبس. هنرجع للنقطه بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها، المشاكل بالنسبه للاعبين اللي هتبقى مينلي، بعيدا عن طبعا الاصابات لا قدر الله والكلام ده. لا دي حاجات لو بنتكلم على انا كلاعب، لو عندي مشكله متعلقه بالجانب النفسي ان انا مش قادر اعمل برنامج الاعداد اللي انا عايزه. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان بقى فيه السبونسرز وبقى فيه مش في كل الاتحادات ابدا الكلام ده. ما هي السبونسر ده على استحياء كده في بعض الالعاب. بس مين يعني خلينا نتكلم، طب مين الالعاب او الرياضات اللي احنا بنتارجت اللي احنا نحقق فيها ميداليات في الاولمبيكس؟ اقول لك على حاجه، احنا في 10 الصبح في الاهلي قبل كده استضفنا عشرات المرات ابطال في رياضات مختلفه، بس خلينا نقف عند الرياضات العنيفه شويه، حاجه زي الملاكمه، رفع الاثقال، كمال الاجسام، والنوع رفع الاثقال بقى في سبونسر. انا ونهاوند سالناهم غير لما كان الرد فعلا يعني بيحاولوا حتى يتحايلوا على الاجابه. ده ملف التغذيه لوحده كان محتاج سبونسر. يعني انا طبعا بتفق مع حضرتك ومع كريم في البوينت دي. احنا بنحاول نلاقي حل، يعني مش فكره اللي هو دلوقتي يعني مثلا كان زي ما حضرتك قلت اتحاد رفع الاثقال مثلا بقى في سبونسر للاتحاد دلوقتي. كويس. فبالتالي الموضوع هيبتدي ابتدى امتى السبونسر من 4 شهور. طب ده حديثا رائع. حديثا حلو جدا. ما ده اللي انا بتكلم فيه. العاب القوى، مين السوبر ستار بتاع العاب القوى؟ بسنت. طبعا بقى فيها بقى ليها سبونسر دلوقتي، مش واحد لا بس واحد بسنت من بعد البطوله بتاعتها، بعد البحر المتوسط. بعد الميداليتين بتوع البحر المتوسط. على ذكر حضرتك برضو اللي احنا بنحدد بناء على ايه، يعني بسنت وصلت طوكيو كان متوقع ان هي تعمل نتيجه كويسه، مش هنقول ان هي تحقق. حصل الاصابه قبل السفر. ده خارج الاصابات دايما خارج يعني اللي انا اقصده يعني هو دي من ضمن الحاجات اللي الاتحادات بتبقى انا محدد اللي انا عايز احقق ميداليه. رفع الاثقال قبل مثلا ساره سمير بطله عالم واخده 3 ذهبيات في ميزانها. الميزان اتلغى في الاولمبيكس. لا دي حاجات خارجيه احنا طبعا ما نقدرش نتكلم على اساسها. ولو في اي رئيس اتحاد اتكلم على اساس ان هو حاطط ارقام معينه والارقام دي كان اسباب منها حاجات خارجيه، فاحنا ما نقدرش احنا نتكلم. لكن ان انا احط ارقام معينه ولا تليق بالمستوى اللي عندي ولا الابطال اللي عندي يبقى فيها كلام. بالظبط. التاثير هو يعني انا لما اكون في نقطتين، انا اكون عارف اللعيبه بتاعتي مش هتحقق ده وما اقولش صراحه، دي مشكله. والمشكله الثانيه اللي يحصل تاثير من اللعيب نفسه او من الاتحاد في الاعداد. صح. فترات الاعداد مين اللي بيشرف عليها؟ اللجنه الاولمبيه. فبالتالي المفروض في حد بيفولو الموضوع وبيفوكس على الموضوع. اللعيبه ما اظنش ان في لعيب بيبقى عايز ده، خلاص ده الحدث الاهم في حياه اي طبعًا رياضي. طبعًا. الاولمبيات طبعا. فبالتالي انا بطلع كل اللي عندي. لكن زي ما قلت لحضرتك القرعه عليها عامل، الحالة البدنية والنفسية المتعلقة بمكان إقامة البطولة عليها عامل، استعدادي أنا النفسي، فدي من ضمن العوامل اللي هي بتبقى ليها تأثير. طيب رجوعا برضو لحتة الرعاية والرعاة وفكرة جلب سبونسرز، حضرتك بتقول إن يعني من ضمن المستجدات في الفترة الأخيرة في اتحادات بعينها إن بقى في راعي أو أكتر، بس هو راعي للاعب أو راعي للاعيبة ولا راعي للاتحاد؟ يعني رفع الأثقال يعني هو راعي للاتحاد مثلا او ايا كان الاسم. تعال نضرب مثلا بسنت بقى نتيجه نجاح مدوي في بطوله ما مؤخرا بقى عندها راعي. طب ليه ما يبقاش في راعي كصناعه نجوم؟ يبقى عندنا 50%. صناعه ابطال قصدك من البدايه. انا فاهم قصد حضرتك. يعني رفع الاثقال السبونسر بتاعه ده سبونسر للاتحاد. حلو. السبونسر حضرتك لبسنت بيبقى فيه انديفيدوال، يعني مثلا عمر عاصر في تنس الطاوله هو اللي سبونسر، زي هنا جوده عندها برضه سبونسر. والسكواش نفس الوضع. السكواش نفس البوينت. طيب. ما بيبقاش سبونسر للاتحاد. الاتحادات اللي متوقع ليها بنسبه كبيره تحقق ميداليات في الاولمبيكس هتلاقي حضرتك اللي هي السبونسرز بتجري عليها حاليا. يعني التايكوندو والجودو ليهم سبونسر، الخماسي طبعا ليه سبونسر، السلاح كذلك. طب احنا لو اتكلمنا عن الخماسي معلش، حد قبل طوكيو كان يتوقع ان احمد الجندي يحقق ميداليه؟ ما يعني وهي مش صدفه.
لا هو يعني اللي متابع دي بتبقى حاجات حلوه بقى دي بتبسطنا يعني حتى لو مش في الحسبان. بس طبعا العدد ككل لو تتفق معانا استاذ شادي بص تستحق اكثر من ذلك، خصوصا ان انت بتتكلم الفتره اللي احنا بنشهدها فيها طفره فعلا في ملف الرياضه سواء الرجال او السيدات، فده يخليك تقول طب وانا ليه ما بجيبش اكتر؟ يعني الواحد بيبقى بس غيران. اه طبعا يعني. طبعا بس حابب بس اوضح لحاجه، احنا لو بنكمبير بين مثلا طوكيو وريو، خلي بالك طوكيو جت بعد الكورونا، بس على الكل جت بعد الكورونا يعني ما جتش علينا احنا. تمام بس. ما هو تمام، بس هي النقطه خلينا متفقين برضو ان الاستعدادات ليه يعني نقولها صراحه يعني بتبقى بره مختلف عن هنا. ما هي دي النقطه اللي يعني انا كده رجعتنا لاصل المشكله بعد بس وين. الموضوع اختلف بعد طوكيو. اوكي يعني ان شاء الله متوقع في باريس 2024، بس نعدي لان معظم الرياضات هيبقى ليها التصفيات في 2023، فاحنا ان شاء الله لو ربنا كرم وعملنا حلقه كده في اول 24 نتكلم على مين اللي صعد او مين اللي تاهل للاولمبيكس ومين ان متوقع يكسب ميداليات، ان شاء الله هيبقى العدد اكبر ان شاء الله. طيب برضو ما نقدرش ننكر ان في الفتره الاخيره بقينا بنشوف أسماء استجدت على الساحة الرياضية لأبطال وبطلات في رياضات مختلفة، تمام؟ هل دول ممكن نعتبرهم إن هم انعكاس ما للمشروعات القومية للموهوبين أو لمشروع القومي لصناعة البطل الأولمبي؟ طبعًا طبعًا مشروع مهم جدًا واتحادات استفادت منه جدًا وأفرز أبطال مهمين جدًا، المشروع لازم يكمل. والنقطة الثانية زي ما قلت لحضرتك الالعاب يعني الشهيده رفع الاثقال من ضمن يعني النجوم اللي اظهرتها محمود حسني بطل عالم كان بيتمرن في جراج دلوقتي بقى ليه سبونسر بقى ليه البلان ليه عشان يفضل يكسب بطولات عالم وهو في مرحله الناشئين والشباب وبعد كده ان شاء الله بطولات عالم للكبار. فلا المشروع افرز اسماء عديده جدا في كل الرياضات، المصارعه، رفع الاثقال، تنس طاوله، كل الالعاب الفرديه قدر المشروع القومي للموهوبين والبطل الاولمبي، لا مشروع مهم جدا. واتمنى برضو ان الوزاره عارف حضرتك تماركت تعمل ماركتنج للابطال دولت عشان يجي لهم. هو الفاندنج للنوع ده من المشروعات بيبقى فاندنج حكومي يعني الدوله بيبقى كذا جهه منها وزاره الشباب والرياضه بالظبط، بس ما بيبقاش في مساحه لوجود رعاه من حتى لو كشركات وطنيه او بنوك وطنيه هيبقى ليها. هيبقى ليها، بس عارف حضرتك ما هي النقطه في ايه؟ زي ما اتفقنا لا زي ما اتفقنا لو انا جيت لحضرتك وانا لسه معايا زي ما بيقول كده البلان الاولانيه غير لما اجي وبقول لك ده في كذا وبيكسب وكذا وكذا اكيد اكيد صح؟ خلينا برضو متفقين لان حتى الشركات الوطنيه والبنوك الوطنيه مش هتفند يعني هتدفع فلوسها بس في حاجه فاليد قدامها بس، فهي دي النقطه ان لا المشروع جاي جدا وما تدفعش ليه في تصنيع حاجه تبقى فاليد في يوم من الايام يعني ليه تبقى يعني ريسك ممكن ليه يعني بالذات الكيانات الوطنيه ما ينفعش نتعامل معاها زي الشركات الخاصه او القطاع الخاص في بند الرعايه، ان هو مثلا بيشوفوا ان ايه استاذ شادي نور في بطوله معينه فنرعى استاذ شادي لوحده، انت فاهم ازاي؟ وطبعا في مصلحه متبادله لكن هم بيدوروا على يعني عايزين ياخدوا السكسي من نجاحك فقط لا غير، ما تقاليش ان تبقى داخله في النيه تصنيع او يعني ايجاد. لا هقول لحضرتك اختلفت من ناس لناس يعني مثلا السبونسرز بتوع هنا مع هنا من وهي عندها 13 او 12 سنه هم شايفين في حد تالنت او باين خلاص من قبل من يعني سنتين ثلاثه يعني بالظبط بالظبط من سنتين ثلاثه هنا 15 سنه ما شاء الله كل ده كم سنه انا 15 سنه ما شاء الله بس هي تولد شويه الحمد لله ما شاء الله عليها جميله جدا ما شاء الله فبالتالي لا هي اوريدي الناس هيك حاجه يعني بس البدايه كانت مع مين؟ ما كانتش مع السبونسرز كانت مع والدتها والنادي الاهلي بس في عين شافت اللي ده كاليبر حكاتش او لازم اصطاده دلوقتي لانه هيضيع مني في بقى ناس لا لازم اشوف النتيجه لان برضه هقول لحضرتك في الالعاب دي مش يعني لو حضرتك بتقول كل يوم مثلا بتتكلم
كام برنامج، كام واحد بيتكلم، الناس دي السبوت بيجي عليهم بعد الاولمبيكس، بعد طب. البحر المتوسط طب. بعد بطوله عالم صحيح. طول السنه منسيين طب. فبالتالي حتى ما السبونسرز نفسهم بيفولوا مين. بس السبونسر ده دايما احنا بنتكلم فيه ك يعني مساعده، الاساس مفروض يكون في الاتحاد، يعني الاتحاد هو الاساس، بعد كده نشوف السبونسر عشان ادعم اكتر. هل انا لما اجي اتكلم دلوقتي عن الاتحادات المختلفه، هذا ليس انتقادا بجد، انا بحاول افهم، بحاول لو في مشكله نساعد، لان احنا قناه مهمه ممكن من خلالنا يتم سماع الصوت، يتم توصيل صوت الابطال اللي كانوا بيقولوا هم اللي بيتكلموا، احنا بننقل عن لسانهم. فهل دلوقتي الاتحادات برضو بالمشاكل اللي بيواجهها بعض الابطال بيبقى في لغه وصل، مش بس الدعم المادي او النفسي، انا بتكلم فيه بتبقى مشاكل اخرى، حاجات اداريه، حاجات داخليه، بس في الاخر بيطلع منك ان مصر هي اللي بتتاثر، يعني في النتيجه في طيب. الاخر ان مصر هي اللي بتدفع الثمن. طيب. حضرتك فاهمني؟ تمام. بص هقول لحضرتك، طيب خلينا نتكلم يعني ايه رقميا شويه، مش هتبقى حاجات دقيقه بس ايه بحط حاجه. تمام. احنا دلوقتي لو اتكلمنا عدد المشاكل اللي كانت بتظهر ما بين بعض اللاعبين او بعض الابطال واتحاداتهم، لو قارناهم مثلا كانت بتظهر بصوره كبيره جدا الفترات اللي فاتت، ابتدت تقل، بس لسه موجوده بشكل كبير. بس لا، وشفناها مع مصطفى عسل، وشفناها مع حد من العاب القوه، وشفناها في السكواش، يعني شفناها بس عدد اقل. ممكن كان البيز دايما القاعده الاساسيه كانت مشاكل كتير جدا للاعبين رفع الاثقال والمصارعه والجودو والتايكوندو مع اتحاداتهم بسبب حاجات ممكن تكون خارجه عن ارادتهم، متعلقه بعدم توفير السيوله الماديه، بعدم قدره الاتحادات على سفر الفرق للمعسكرات الدوليه. الموضوع لا ابتدى يقل جامد. تطرقنا مصطفى ده عشان القياده السياسيه اتكلمت على اهميه الرياضه بالمناسبه، ولا عشان يعني عشان المعسكرات ولا ايه؟ يعني لا لا لا، القرار جه من فوق، يعني اهتم بالملف ده، فابتدت الناس تركز في الملف ده، وده على فكره شيء مش وحش، يعني ده شيء كويس ان ابتدى الدنيا تصحصح. ده كتر خير الدنيا اللي ده النهارده. لا لا بتكلم كتر خير الدنيا اللي ده حصل. هو اللي اتكلم بس لا 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 لا، صح ولا غلط كلامي؟ صح. وانا اتكلمت في الاول قلت لك على حوار الدعم الدوله ودعم الحكومة. هو الاساس. ما هو هقول لحضرتك على حاجه، خلينا برضو يعني نتكلم بصراحه دلوقتي، لما رئيس الدوله يقول اهتموا بالفايل بالملف الفلاني صح كده، لازم. بس هي النقطه برضو في ايه، ان انا ههتم مجرد اللي انا ببين اللي انا مهتم، ولا بهتم عشان اطلع؟ ما انا لما بهتم بطلع، لان انا عندي، احنا اتكلمنا ده في مصر، انت عندك كوادر عظيمه طبعا، وبدليل نجاح اللي هو المشروع القومي للبطل الاولمبي، لما انا نزلت ودورت في القوى والكره والاماكن اللي لا يمكن تتوقع، واديت فرصه للي مالوش فرصه، شوف قد ايه استغلها ونجح ولسه يعني. فده كمان احنا بنتكلم في البدايات بس، فهي دي هي. بص انا متفق معاكي جدا جدا، ان لو يعني احنا المفروض نبقى احسن من كده بكتير، بس هي النقطه بنشتغل ولا لا؟ صحيح. لا احنا بنشتغل دلوقتي صح؟ بصراحه الحق. طب احنا متفقين على دي؟ طبعا. طيب الناس اللي بتشتغل من حقها ان الناس تبتدي تعرفهم وتتكلم عليهم ولا لا؟ دي بتحصل. فبالتالي كل لما هلاقي الاهتمام بيزيد، بدل زي ما بقول لحضرتك انا العاب القوه مسك على سبيل المثال، يعني بدل ما الاقي لا، في اسراء عويس برضو بطلة في الوثب الطويل قادمة بقوة، فبالتالي لما إسراء تعمل بقى البوم الجامد هتلاقي سبونسر جاي، فواحد اتنين تلاتة هتلاقي سبونسر جاي للاتحاد. النقطة ان الدعم، خلينا برضو متفقين، انا كدعم اتحاد، ما خلي بالك الاتحاد الدعم اللي بيجي مش بيبقى للمنتخبات الوطنية بس صح؟ بيبقى للعبة، ويتم مفروض تنظيمها بشكل معين وتوزيعها بشكل معين وزيادتها في بعض الأحيان، يعني أكيد بالظبط. هي بقى في اتحادات بتحسن التصرف وفي اتحادات لا. الاتحادات اللي لا دي فريق الكوران اللي تمشي مع فريق الكوران، قال لك واتحادات لا، وفي نفس الحركه وفي نفس اللحظه صح كده. اللهم صل على كده، تفاهم ملحوظ. في تفاهم بيني وبينك عشان تبقى واضح، الحلقه دي هتخلص على خير ان شاء الله مع بعض. بس هي مكان ما هتروح يعني احنا مع بعض. هي هو طبعا شرف ليا اللي انا ابقى معاكي، بس نبقى في حته سهله. لا هنبقى بصي
واعذريني يعني، لا لا اتفضل. بس انا بتكلم ان مش كل اللي بيشتغل بقلب. ده في كل المجالات، في كل المجالات. اللي بيشتغل بربع قلب يقعد على جنبه ويجيب حد من ابو قلب كامل وهو اللي يدير الملف. ما هي بقى النقطه ان اللي بيختار. خلي بالك اللي بص احنا هنخش في حته. اقول لك على حاجه استاذ، النهواند بتتكلم معاك فيه من شويه، في جانب مفرح ومطمئن، فكره ان القياده السياسيه وفكره تصديها وفكره ان هي تشير لملفات بعينها بالزبط. سواء اشاره مباشره او غير مباشره، لما كنا بنشوفه الساعه 5 6 الصبح رئيس الجمهوريه والفريق المصاحب ليه على درجات هوائيه وحاجات زي ده، جميل من ناحيه، لكنه حزين من ناحيه ثانيه. عارف حزين ليه؟ ان احنا كنا مضطرين نستنى لما القياده السياسيه تعمل حاجه زي كده، فان الاشخاص المعنيين يبتدوا يهتموا بالملف. على فكره نفس اللي بتتكلم فيه نهاوند ده حاصل بحذافيره على صعيد بقى مختلف. الناس اللي هم اصحاب اللي ذوي الهمم لسه حالا برضه رئيس الجمهوريه عشان اهتمامه الصحيح الصريح بيهم خلى الجهات المعنيه برضه تبتدي تهتم بيهم زياده. ده جزء حزين في القصه على طبعا فكرة. طبعا هقول لحضرتك على حاجه، البارالمبيكس معلش كان في حد بيتابع الاولمبياد بتاعه البارالمبيكس لما ابتدوا يجيبوا لنا بطولات وميداليات اعلى كمان من الاولمبيكس يعني. صح كده؟ فبالتالي هي زي ما بقول لحضرتك، هي النقطه ان الاتحادات بتحاول تعمل اللي عليها فعلا، وفي ناس بتشتغل بقلب، وفي ناس بتشتغل بدراسه، لكن على الجانب الاخر في ناس هي ماشيه، فهي ماشيه دي مش هتجيب نتيجه. بص هقول لك، ولو جت نتيجه هتيجي كده. على كل حال استاذ شادي، يعني الملف ده مهم جدا وكبير وفي تحسن، خلينا نبقى برضو صراحه، في مشاكل لكن في تحسن على ارض الواقع دلوقتي. انا ممكن اضيف حاجه سريعه؟ هقول لحضرتك أتفضل. طبعا، بس في الاول وفي الاخر انا هاخد من كلامك، اعتقد الفتره اللي جايه مش هيبقى في مكان للي مش هيشتغل بجد، يعني هي دي النقطه اللي احنا لازم كلنا متفقين عليها. انا كنت حابب اضيف بس على سبيل الذكر، يعني اتحاد كره السله مش ده اتحاد جماعي طبعا، وكان البطولات الـ يعني الدوري المصري ابتدى يتحسن جامد جدا، وابتدت الاهلي والزمالك يلعبوا بطولات افريقيا والاتحاد تمام. الاتحاد عمل ايه؟ في كميه ايفنتس اتنظمت في مصر متعلقه بالان بي اي والبي ال مهوله. مردودها كان ايه؟ عرفت تجيب مدرب بقيمه روي رانا، انت دلوقتي التصفيات خلاص، الويندو الاخير، المرحله الاخيره هتتلعب، ان شاء الله نكسب ماتشين. عايز اقول لحضرتك، انت كسبت تونس بطله افريقيا في تونس، وانت اصلا بطوله افريقيا 2021 انت كنت ال 11. ده كده اتحاد، دي اخبار مفرحه على فكره. ده اتحاد بيشتغل، لا بيشتغل على صح كده؟ صح. نتمنى ده يعمم بقى على الكل. ما هي دي بقى، هي دي وهيحصل باذن الله. هيحصل اتحاد الهاندبول نفس الموضوع. صحيح. اتحادات الالعاب برضو الجماعيه بعيدا عن كره القدم العين عليها اكتر من احنا كده كده. للحديث بقيه، لان احنا للاسف الشديد وقتنا انتهى بالفعل، بس ان شاء الله نكمل الكلام، لان دي ملفات كلها في منتهى الاهميه وكلها في مصلحه البلد في الاول وفي الاخر. احنا بنشكرك جزيل الشكر يا شادي على وجودك معنا. بالتوفيق طبعا لكل الاتحادات وكل الرياضيين بتوعنا، ونتمنى باريس 2024 يكون في ميداليات ذهبيه بقى اكتر وفضيه اكتر. على هنا بنتكلم اولمبيكس والبارالمبيكس باذن الله. نورتنا يا استاذ شادي. انا متشكر جدا. لا بجد والله كانت فقره جميله. جداً. شكرا جداً. ليك. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم، هتكون الفقره اللي جايه فقره طبيه مسجله مع دكتور باهر السعيد ومعايا انا. نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.